جينا نشوف نفسك في ايه. نفسي احقق حلمي الصراحة. ابن حلال والله. كمان نانا بصراحة. هدف هو التمثيل. يا راجل مش عارف الصراحة. ايوه اللي هو ازاي يعني؟ اكون ممثل. ممثل ما عادتش فرقة كتير. نفسي احقق حلمي الصراحة. ابن حلال والله. اطور من نفسي يعني. ولا حاجة. طب ده انا اقول له ايه بقى؟ سامي صاحبي، سامي صاحبي، 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 سامي صاحبي. وش معنى سامي؟ هو كده، ما كنتش طايقه اليوم ده. ياه، عمل لك كل ده؟